أعلنت وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 قدر بنحو 11 بليون و7 ملايين ريال عماني، بانخفاض قدره 200 مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر للعام الفائت وبنسبة 2%، وقد تم الأخذ في الاعتبار نتائج الإجراءات المالية التي تم اتخاذها لتخفيض الإنفاق بكافة بنوده، كما قدرت الإيرادات 8.7 ملايين ريال عماني بعجز قدره 3 ملايين ريال عماني.